احنا صارنا هنا 33 يوم ولا 30 يوم مظاهراتنا بالنجف سلميه. فمن بعد هاي 33 يوم اتجهنا كشباب احنا جزعنا مظاهرات سلميه والمحافظه جاي تداوم على مجراها. الاعضاء المحافظه جاي يداومون ولا مهتمين كشباب ولا هاي، فاحنا اتفقنا كشباب جزعنا ملينا، لا شغل لا عمل، عمرنا 35 سنه لا 20 سنه ما مكونين ارواحتنا، شو وقت نكون ارواحتنا؟ اشتغل عمال احل من العماله اسوي. فاحنا شو اتفقنا كشباب؟ اتفقنا نقطع الطرق بس نعطل على حركه السير مالتهم المحافظ واعضاء المحافظه. احنا شباب متظاهرين صار لنا فوق الشهر اكثر من الشهر، الحكومه كل شيء ما تسمع ولا مطالبنا ولا هاي، كل شيء ماكو، صار لنا فوق الشهر. اذا ما يسوون لنا احنا نظل على الحاطه، على الظل نحرق التيارات، لو سد الطريق ماكو دوام، خلي الوادم خلي اضراب فردنا، خلي الوادم الوادم يسد بالبيت، خد تطلع ويانا جهال، هاي خد يصير اعتصام اعتصام شامل بالشوارع، تقعد كل الوادم خد تقعد يشوفون حركوا، هاي احنا كل شيء ما نريد، بس اريد مطالب يعني تستجيب، يعني صار لنا 32 يوم بالمواكب او نخدم وكل شيء ماكو، يعني ما بيها فايده. اليوم هذن حرقناهن وهم بعد سلميه، بس اريد الدوام ينقطع، يعني العالم تجي ويانا يعني تشوف وضعيتنا، الدوله ما جايه تستجيب. البارحه جانا الشغب وهجموا علينا هنا واذونا اثنين وخطيه، لحد الان حالتهم خطره بالمستشفى. فاحنا يعني ترجينا الموظفين وطلاب المدارس بانه ما يروحون للدوام، عمود نتظاهر ونعتصم كلنا احنا ونصير ايد واحده. بس ما حد استوجب لنا وما حد، وكلها راحت داومت وكلها عافت العالم، هاي خطيه الفقره وراها وراحت داومت على مود شنو يستلمون راتب. فاحنا شنو ذبنا؟ صار هنا 30 يوم احنا الكسبه 30 يوم والموظف يروح هنا يداوم. لا عندنا رئيس وزراء بيحظ، لا وزراء بيحظ.